لنتعلم الأشكال المعين. هيا نرسم المعين. المعين، هل تجدون أي معين؟ هيا لنبحث عن المعين. هل تجدون أي معين؟ أحسنتم! البيضوي. هيا لنرسم البيضوي. البيضوي، هل تجدون البيضوي؟ هيا نبحث عن الشكل البيضوي. هل تجدون أي شكل بيضوي؟ نبحث عن الهلال. هل تجدون أي هلال؟ أحسنتم! النجمة. هيا نرسم النجمة. النجمة، هيا نبحث عن النجمة. لنبحث عن النجمة. تجدون أي نجمة؟ أحسنتم! الأشكال. الأشكال، ها قد تعلمنا الأشكال. الأشكال. اقرأي يا طبول، اعزفي يا طبلة ويا رق، والبيانو والفايبرافون إنها آلات الإيقاع. اعزفي يا كمنجات ويا عود ويا قانون، رن يا أوتار الجيتار مثل كل الوتريات. وأطربنا يا ساكسوفون، ترمبت وأخوها ترومبون. وفلوت، نفخيات خشبيات، توبا، ساكسوفون، ترمبت وترومبون، إنها آلات النحاس.
أنت بخير يا أمي، كل عام وأنت بخير يا أبي، كل عام وأنت بخير يا أختي، كل عام وأنت بخير يا أخي، كل عام وجدتي وجد بألف صحتي، عمي وخالي وخالتي أبناؤهم تنسوا أن تشتركوا بقناة كرزة.